نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن أن التواجد الأمريكي في سوريا يهدف إلى تحجيم الدور الإيراني وليس فقط مواجهة تنظيم داعش. وقال بنس خلال لقائه بالعاهل الأردني أنه كما أوضحت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة فإننا ما زلنا ملتزمين تجاه سوريا بوجودنا في سوريا. وأضاف أيضا أن الوجود في سوريا ليس فقط لهزيمة داعش فحسب، بل أيضا لكبح جماح نفوذ إيران السلبي وأي مساعي إقليمية أخرى تهدف إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.